فيديو اليوم يا جايز كموتة وخلودة بدهم يعيشوا دورين بالعيد، دور العائلة الفقيرة وكيف بتقضي العيد ودور العائلة الغنية وكيف بتقضي العيد. فلحتى تعرفوا الفرق بين العائلة الفقيرة بالعيد والعائلة الغنية بالعيد وشو لبس ثياب وكيف أخذوا عيدياتهم ووين راحوا مشاوير، تابعوا الفيديو للنهاية. كموتة حبيبي تعرف إنه باقي للعيد كم يوم؟ قوم تعال حكي ماما ونقلها تقوم تشتري لنا ثياب للعيد. أخ شو هاد يا كموتة كثير تقلق. مامي مالك حاسه حالك نسيانه شيء؟ تقبشني خلوتي قلي شو بدك؟ ماما العيد بعد كم يوم بدنا ثياب للعيد. بدك تشتري ثياب العيد انت وكموتي خلوده؟ تكرم عيونك والله معك حق، مو صفيان غير كم يوم للعيد، يلا تعال هلا رح اشتري لك احلى ثياب ويلي بدك اياه للعيد، انت واخوك كوميت، اوكي؟ ماما قلت لها لرفقاتي انه انا بدي اشتري ثياب كثير حلوه ماشي؟ اوكي تو خلوده بتعرف شو؟ خلوده رح يسكروا يلا امشي لحق اجيب لك ثياب انت واخوك. يا عيني عليك يا ماما، شكرا كثير كثير، يلا ابتلا. يلا خلوده خد باسكت. ماما يعني انا فيني هلا اشتري شو ما بدي؟ خلوده يا عمري فوت هلا ونقي شو ما بدك ثياب من المحل، اوكي؟ ماشي ماما رح اشتري كل المحل. جاهز خلوده نشتري ثياب العيد؟ طبعا طبعا جاهز. يلا خلوده خد شو ما بدك ثياب. بدي هاي الكنز البيضة وهاي الكنز الرمادية وهاي الكنز الاورنج كثير حلوة. رح اخذ من هاي التيشيرت اللي عليها شارك، واو هاي كتير حلوة الصفرة بتجدد، وهي الزهرية كمان يا عيني، هذا الشورت كتير بيطلع مناسب وهذا البنطلون كمان. لك خلودة كل هاد بدك تاخده؟ لا ماما لسه ما خلصت، لسه في وراي بنطلونين بدي اخدهم، لح اخد هاد ولح اخد كمان هذا الجينز. يا حبيبي عليك يا خلودة كل هدول بدك؟ ايه ماما ما بدك يعني البس شغلات حلوة بالعيد، هلأ لح اشتري هدول السوكس وباقي لي اشتري بوت. يلا خلودة نقي البوت والشوز يلي بيعجبك، اوكي؟ ماما ماما لقيت شوز كتير حلو وبجنن، تعالي لورجيك اياه بيطير العقل. ورجيني اياه؟ واو كتير حلو خلودة، هاد بدك اياه؟ ايه ماما حبيته. طيب تعالي اشتري. مبروكين خلودة. الله يبارك فيك يا مامي وشكرا كتير كتير. اهلا وسهلا يلا تعا. يا دادي جبنا ثياب العيد ما بدك تشوفه؟ ايه لك يلا انا اللي بدي اشوفه طبعا. يا دادي شوف كم غيار اشتريت. شوف هاد يا خلودة واو هدول كلهم للعيد؟ ايه دادي ما شاء الله كم غيار؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دادي كمان. انا بدي البس هاد ولا هاد ولا هاد ولا هاد، والله محتار. لا هاد. لك شو هاد خلودة ليش هيك باحت ثياب العيد بالارض وهيك قاعد عم تعمل وتنطوت عليهم؟ ماما انا كثير محتار ومالي عرفان شو بدي البس اول يوم. خلودة كل يوم البس 3 غيارات ماشي؟ اوكي ماما اتفقنا، رح البس 3 غيارات كل يوم. خلودة يا عمري ليه زعلان شبك؟ زعلان لانه كل رفقاتي اشتروا ثياب للعيد الا انا ما اشتريتي لي ولا شيء. خلوده يا عمري والله بعرف كل الاولاد راح تشتري ثياب للعيد، بس انا ودادي ما معنا مصاري نشتري لك لا لا لك ولا لاخوك كومي. الله يرضى عليك لا تزعل. لا والله بدي ازعل وكثير كمان. توبشني خلوده حاج تبكي. خلص هلا انا بدبر لك ثياب للعيد وما بخليك الا رضيان. ايه لا مو ايه لاني بعرف انك عم تضحكي علي وما رح تشتري لي شيء. يلا انا رايح. يا ربي شو بدي اعمل معه؟ كيف بدي خليه يرضى؟ اجتني فكره، مالي غير اعمل له ثياب عيد من هدول اللي مشمعات يلي عندي، احسن من بلا بضل شيء جديد يلبسه. رح نقي هذا اللون لكموته واللون الاصفر لخلوده. طيب شو رأيك جولدي انتي انو احلى لون برأيك؟ انا عجبني اللون الاحمر كتير، ما بعرف انتي شو رأيك؟ رح اعمل له احلى تفصيلة هو وكوميت فيه. يا سلام طلعوا بياخدوا العقل، لقوم شوف خلودة ورجي ياهن ولبسوا ياهن هو وكموتة. خلودة جاهز شوف تياب اللي خيطت لك ياهن؟ اي ماما انا جاهز. هدول هن انتيرا جاهز تلبسهم؟ شكرا. شو خلودة حلوين عجبوك؟
ماما لك كتير بشعين، شو بدك يعني البس فيهم انا؟ توبسني يا خلودة، هلأ بس تلسهم بيطلعوا حلوين، هلأ بتشوف. طيب ماشي، هلأ بنشوف. يلا جاهز بالحركة السحرية لبسك ياهم؟ جاهز. واحد، اثنين، ثلاثة. شو رأيك فيهم خلودة؟ لك يا ماما شو هالبهدلة هاي؟ لك ما أحلاهم، لونهم أصفر. والله ما حبيتهم. لا منح خلودة. مهم لابس شي جديد. اي علينا يا، ماشي الحال. شو دادي شو رأيك بتياب خلودة؟ والله حلوين، مبروكين يا بابا. منا حلو، مهم الواحد يحس حاله لبس شي جديد مو؟ ان شاء الله العيد الجاي بجيب لك احلى من هيك بكثير. ان شاء الله خلودة. يلا صار دور كم موتة؟ كمان كمان؟ لك انا لا بدي زدت عليه بصير لابسها. واحد، اثنين، ثلاثة. تارا، شوف ما احلى النهدي عليه، ما عيب لك يا موتة. كموتة شقة. لك كوبايت لا شقيتها ليه؟ ايه وانا كمان رح شقه، كوميت مو احسن لك. لا هدول العيد، لك لا شو شقه. لك هيك اللي ساعة مخيط لك يا خلودة. مامي 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 مامي، كل عام وانت بألف خير يا ماما، ايدك على عيدية. بدك عيدية خلودة؟ لكن يا قلبي بصير يمرقوا العيد وما اعطيك عيدية؟ هلا راح احاكي دادي ويعطيك قد ما بدك عيدية، اوكي؟ يا عمري يا ماما شو بحبك بس كثريون. ايه بس خلودة خبرني اول شيء قديش بدك مصاري للعيد لحتى اقول لابوك يعطيك. يعني ماما مو كثير، يعني شغلة 2000 دولار. يا عمري متواضع، بس 2000 دولار؟ اوكي تكرم عيونك. يا دادي الدنيا عيد، كل عام وانت بخير. انت بخير، اهلا وسهلا. يا اهلا فيك، يلا ايدك على عيدية. عمو لحالي جماعة على خير. خير شو العيدية؟ بدنا عيدية لخلودة زكاتك. يلا هلا احلى عيدية بعطيك لك ولكم. والله بس مو اي عيدية، خلودة بده 1000 دولار. 1000 دولار. بدك تعمل فيها كلها هي بابا؟ يا دادي ما بتعرف انه رفقاتي كلهم اغنياء وهيك بياخذوا؟ خلص يلا ماشي الحال، ما عندنا غيرهم. طيب تعالوا خذهم. شو بيعرفني عطيهم، لا تبخل عليها. شوف هذا كل شيء بجيبك، هود يلا خذهم. واو يا دادي هدول بيطلعوا اكثر من 1000 دولار، شكرا كثير. اهلين اهلا وسهلا خلوده، يلا روح عيد فيهم. روح. لك يا دادي نسيت كموته، ما بيطلع له عيديه كمان؟ بدك كموته كمان؟ معقول بدك اياه يزعل؟ كل مصاريف يوبشني، اهم شيء كموته. هو زي كلهم. يا عيني. شكرا دادي. ما بيصير هيك، خلودة أخذ عيدية أكثر مني. كموتي حبيبي، تعرف إنه بكرة العيد؟ يلا تعال أنا وياك نقول لماما تعطينا عيدية. يا ربي هالعيد تعطينا، مو مثل كل الأيام. يلا يلا قوم نخبر ماما. مامي مامي. خير خلودة؟ شوفي ماما ليش هيك راكد بسرعة. ماما بكرة العيد، إن شاء الله مالك ناوية تعطيني عيدية أنا وكبوتة. نعم بدك عيدية؟ إي علينا، والله شكلك ما رح تعطيني شي، ومثل العادة ما معك. والله ما بصير هيك خلودة، بس أنا لا أنا ولا أبوك معنا مصاري نعطيك عيدية. يا الله. يا علينا. تقبشني يا خلودة، لا تزعل يا ماما، الله يا رب يرزقنا العيد الجاي ونعطيك أحلى عيدية أنت وكموتة. إيه ماما كل عيد بتقولي هيك، ولا عيد عطيتيني. لا تزعل، تقبشني خلودة، مخبيت لك أكلة طيبة بتجنن خصوصي للعيد عشان أعطيك إياها أنت وكموتة تعيدوا عليها، شو رأيك؟ عن جد ماما؟ لكن خلودة يلا هلأ راح أجيب لك إياها. أوكي؟ أوكي. يا ربي والله ما حق خلودة يزعل، لا أنت بدي تضلني أضحك عليه وأعطيه هاي الكاندي. خلودة كموتة تعال شوف شو معي. شو جبت لك؟ إي علينا، هاي ماما. لكن منح خلودة، دادي احكي لك كلمة مو عاجبينه. خلص يا بابا إلك علي، العيد الجاي يجيب لك أحلى من هيك بكتير وأحلى عيدية. إيه خلودة، هاي وحدة لإلك وحدة لكميت، هات لكميت، نقي أنا بدك. بدي هاي السميري. بدك هاي؟ هاي عطيها لكموتة للعيد. يا كموتة خدها. يا عمري انا ان شاء الله العيد الجاي خلودة بنجيب لكم شو ما بدكم. ايه ان شاء الله ماما، ان شاء الله الله يرزقك انت ودادي يا رب. مامي دادي. شو خلودة؟ لك يا ماما اليوم اول يوم عيد، ما بنروح نعيد؟ والله معك حق يا خلودة، اليوم اول يوم عيد ولازم نروح مشوار كثير حلو. ماما ماما شو رأيك نروح على هداك المكان يلي كله جيمز والعاب، كثير حلو. والله هي فكرة حلوة. والله يا خلودة اختيار كثير موفق، وانا كمان بحبه لهذا المكان. يلا معناها امشي نروح. روحوا يلا خلودة تعال هبار، يلا امشي نروح. يلا انطلاق.
جاهز خلودة نفوت نلعب ونعيد أحلى عيد؟ جاهز جاهز. يلا أنتي لها. خلودة ما بنحب نكسر بخاطره، وين ما بده بنجيبه. يلا خلودة فوت فوت. يا سلام، ما رح خلي لعبة من شري. أنتي لها. ماما صار وقت ألعب بغرفة الطابات. شوفي هلا الطابات يلي تتزت وتسلط علي. روحة خلودة، يلا حط حط في قلب الهي. للأسف يا مامي، أنا خسرت. دادي ربح. ولي على أمتي ماما، شوفي على هالشوفة. بدي هاي. هات يلا واحدة. يلا بدك واحدة ثانية؟ اي ماما رح اختار هاي. هاي فيها العاب كتير حلوة. يلا كده. ماما طلعت لي هي اللي بتضوي بالعتمة. عشان؟ اي والله. واو. يلا ورجيني اللعبة الثانية شو في بقلبها. جاي افتحها خلودة. طلع لي كلب ماما كثير حلو. ورجيني. هديها لماما. صار وقت اشتري كاندي. صحتين وهنا خلودة. طيبة؟ يلا امشي على البيت خبزة وزيت. انبسطت خلودة؟ ماما اليوم تاني يوم عيد، ولهلا ما اخذتيني لا على ملاهي ولا على مكان، معقول هيك؟ يا خلودة يا عمري، ما معنا مصاري نروح على هديك الأماكن ومدينة الملاهي اللي عم تحكي عنها؟ تقبشني يا ماما، قدر وضعنا. لا لا تقولي يا، يعني ما رح نروح على الملاهي كمان؟ يا خلص الله. يا خلودة طول بالك بقى، مو ضروري نروح على الملاجئ. شو هاد يا؟ زعلان يا بابا. عم قلها أمشي نروح على الحديقة، شو بهالحديقة؟ خلودة المهم نحنا سوا، الحمد لله ونحنا سوا وما فينا شيء وبصحتنا. نعمل أحلى عيد سوا مو؟ شو بهالحديقة هلا رح أخذك على أحلى حديقة جنب بيتنا، ماشي؟ ماشي. يلا قوموا تعالوا نروح نعيد. يلا. كنت بتمنى أروح على الملاهي، بس خلص هي منيحة. يلا خلودة منيحة يا عمري. منيحة الحمد لله، أحسن من بلا خلودة. ها نحن بنلعب وبنعمل عيد لحالنا. خد خد اخوك كموتة لعبه معه، شوف شو مبسوط كموتة، مو فارقه معه يا عمري. ليه مبسوط؟ طاير عقله. ماما انا طالع اتزحلت انا ودادي وكموت على هاي الزحليطه. دادي انت كمان زحلت كميت خطاي. طلع انت وياه. دادي بتعرف شو، انت روح من هداك المكان وانا رح روح من هاي الجهه. شو خلودة انت منيح؟ ايه ماما. هاي كموتة وخلودة رح يعيدوا احلى عيد.
وينك يا موتة وينه؟ يلا يا خلودة، هلا خلودة بده ياخذ كموتة وينزل مين هون. فهي دعدي رح ينزل لحاله، كموتة رح ينزل، وخلودة رح ينزل لحال. يلا انزلوا انزلوا، يلا ياي. شو بدي امسك فيه؟ بدك تنزله لحاله؟ ليش ما بدك تنزل معه؟ ما بعرف، ما بصير. لا انت انزل معه يا عمري، شو فكرة؟ يلا هلا كوميت ودادي وينكم؟ ياي يا عمري بدك تنزل. قدرت تعال؟ والله يا بشتي انا، شو هالعيد الحلو هذا؟ شو بعرفني؟ احلى من مليون مرجوحة. لك ها هاي الجنينة شبهها احلى حديقة. يلا خلونا ننزل اشوف. يلا يلا ليكني انا. ها يلا، واحد اثنين ثلاثة. ياي صار دور المرجوحة. شو ليكي مسترخي يا عمري؟ انا كموتة. كملت عاد معه خلوده. تعود يلا عود. اوب استنى يلا عود. هاي الضحى بالضحى نسيبها لحن شوية. يا سلام باين على سعيد، صح؟ كثير حلو. الحمد لله يا ربي، صحيح ما رحت هالملاهي بس انا كثير مبسوط مع اهلي. يلا زوروا حالكم، يلا يلا دور حالك دادي. مبسوط كموتة؟ يا عمري انا احلى عيد. عيد سعيد، عيد سعيد.